يا مراسل الغد مجددا خالد، هل من تفاصيل جديدة لديك؟ نعم، بالفعل استطاعت الشرطة أن تقتل المشتبه به بإطلاق النار على المواطنين في مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية. أيضا الشرطة تتحدث على أن هناك مشتبه به آخر ما زال البحث جار عنه. بالطبع يعني عدد القتلى كما ذكرت بيانات الشرطة قد يتجاوز الأربعة، وهناك أكثر من 10 جرحى في هذا الحادث إطلاق النار الذي لا تعلم الشرطة حتى الآن دوافعه، ولكن يعني أؤكد لك أن مشتبه به قتلته الشرطة والبحث جاري عنه. أين يا خالد يعني مطلق النار على الناس، أين وجدته الشرطة أو قوات الأمن؟ حدثت يعني مطاردة ليست كبيرة بين الرجل وبين رجال الشرطة لأنهم قاموا بتطويق المنطقة في الحال، يعني على بعد يعني ربما أقل من كيلومتر من موقع إطلاق النار، يعني ولكن يعني الشرطة تقول إن الوضع ما زال خطيرا وما زالت تغلق المنطقة المحيطة بهذا المكان بحثا عن الشخص المشتبه به الآخر. طيب هل تعرفت على هويته يا خالد؟ لم تعلن الشرطة حتى الآن هوية الشخص الذي تم قتله، وفي انتظار البحث عن الشخص الآخر، ونحن في انتظار مؤتمر صحفي سيعقد بعد قليل من عمدة المدينة وأيضا من قائد شرطتها حول ملابسات جديدة في هذا الحادث. طيب ذكرت لي يا خالد في المكالمة الهاتفية الأولى أنه ثمة شبهة جنائية وليست إرهابية، هل بعدما تكشف من تفاصيل تبقى الشبهة الجنائية هي سيدة للموقف؟ نعم، ما زالت الشبهة الجنائية وفق التقارير الواردة من مصادر كثيرة في المدينة بأن الحادث هو جنائيا لا علاقة له بعمل إرهابي أو تدخل شخص يحمل الهوية العربية أو الإسلامية. كما ذكرت لك هي منطقة مكتظة بالمرة، منطقة فيها أكثر من ملهى الليلي وأكثر من ملتقى لليوم الأحد، فكانت مكتظة بالمواطنين الذين يخرجون يوم الأحد للتنزه، وأيضا يعني عدد حالات الجرحى هي في ازدياد، وصلت إلى المستشفى ما لا يقل عن 10 حالات حتى هذه اللحظة، بعضهم في حالة خطيرة. شكرا جزيلا من واشنطن عبر الهاتف خالد خيري مراسل الغد، وأعود إليك خالد كلما جد جديد.